بس عن الذكر وذكر الله سبحانه وتعالى. عندنا أخ باكستاني مزارع، أخوي محمد عنده حديقة ويشتغل فيها الباكستاني مدة 3 أيام تقريبا. فجيت قلت أنا أبغى أسوي لمزرعة نفس هذه المزرعة. قال وين؟ قلت عندي في مكان ثاني. أنا قل لي هدف، ما هدف في مزرعة. كم شهر هذه يسوي؟ كم يعني يزرع مزرعة كاملة يسوي التربة والأسمن؟ قال هذا والله كثير، ممكن 2 شهر. قلت أنا يسوي مزرعة 1 دقيقة. ما شاء الله. قال لي باكستاني كيف نسوي كذا؟ قلت هذا 1 دقيقة أنا أسوي مزرعة. طبعا أنا أخذت الموضوع من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا أعظم لقاء بين شخصيتين من آدم عليه السلام إلى اليوم بين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. وهذا اللقاء السريع في حضور جبريل عليه السلام والله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، ترى هي وصى على 4 كلمات. قال ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال إنه يتكلم عن الجنة، طيبة التربة، عذبة الماء. يقول أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، طيبة التربة، عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلت أنا أسوي مزرعة لو أقول سبحان الله أقول له باكستاني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مدة 2 أو 3 دقائق، أنا أسوي مزرعة أكبر من هذه، نخلة واحدة في الجنة أعظم من مزارع الدنيا كلها. إيش قال؟ عاد هو قال كلام 100 100. مية في باكستاني. يعني أقول زين إنك ما طحت إلا في باكستاني إخواننا كل ونعم، بس الباكستاني ما شاء الله عندهم عاطفة دينية. أيه عشان كذا تعليقك على بعض الناس إذا ذكرت أيوه الله. أيوة. جزاك الله خير وبيض الله وجهك. مدربنا سعد بن خميس الشراري نبي نفس الشيء، إذا حول هالموضوع ولا حوله؟ حول الموضوع في قصتين. القصة الأولى سأبدأ بما انتهى منه بتركي بحيث يكون الكلام متصل. فيه أم تتحدث تقول أنا عندي بنية تقول له إذا جينا نام ماما تعالي نام.